في اجراءات كتيره جدا عايزه تاخدها المانيا وخدتها المانيا والاتحاد الاوروبي بالكامل. على سبيل المثال لحد النهارده رجب طيب اردوغان مش زي ما بيطلع في التلفزيون ويقول احنا مش عايزين اوروبا، ده هو هناك هيتجنن عشان يدخل الاتحاد الاوروبي ومش عارف. هم رافضين دخوله الاتحاد الاوروبي، رافضينه رفض نهائي وبيعتبروه نظام معادي لحقوق الانسان. يعني حاليا في اوروبا وبالاخص في المانيا في تخوفات كبيره جدا بسبب تزايد عدد الاخوان المسلمين او تزايد عدد المتطرفين، لان دوله داعش خلاص، يعني الموضوع بالنسبه داعش سوريا والعراق موضوع وقت هتنتهي في خلال شهور، ولكن اللي موجودين او اللي هيهرب منها هيرجع لمكانه او بلده، من ضمنهم المان، من ضمنهم فرنسيين، من ضمنهم يعني ناس كتير جدا جايه من اوروبا. فطبعا في حاله قلق هناك.